رغم مرور قرون على رحيله، ما زال الملايين حول أنحاء العالم يتوافدون سنوياً إلى مدينة قونيا وسط تركيا لزيارة قبر المعلم الصوفي جلال الدين الرومي في متحف مولانا، أو كما يقال ميفلانا. ذاك العالم الذي يعتبر من أهم المتصوفين في التاريخ الإسلامي، إذ أنشأ طريقة صوفية عرفت بالمولوية، وكتب كثيراً من الأشعار عن العشق والفلسفة، وأسس للمذهب المثنوي في الشعر، ولقب بسلطان العارفين لما له من سعة في المعرفة والعلم. شاركه رفاقه من الدراويش والعلماء المتصوفين سنوات طويلة في رحلة العشق الإلهي، لعكس هذا العشق في جلساتهم وفلسفتهم. لنبدأ جولتنا في متحف ميفلانا الذي يضم 4 أبواب في جهات مختلفة، وتحمل أسماء درويشان وهاموشان وتشلبيان، وهو الباب المخصص للسياح، وباب كوستهان. ويستهل الزائرون جولتهم بالدخول إلى الضريح وقراءة الفاتحة على أرواح الرومي ورفاقه وطلبته. وتضم باحة المتحف نافورة أمر بصنعها السلطان العثماني سليم الأول، إضافة إلى بئر شبي عروس بالفارسية التي تعني ليلة العرس، والتي كان ينتظرها الرومي ليعود إلى الذات الإلهية وفق منظور تصوفي. أما عن المتحف من الداخل، فيحوي مقتنيات تعود لمولويين من العهدين السلجوقي والعثماني، ومخطوطات وآلات موسيقية استخدمها فيما مضى أصحاب الطرق المولوية، فضلا عن 9 صفحات من القرآن الكريم يعتقد أنها كتبت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، إلى جانب وجود آثار الرومي الشخصية بما في ذلك القبعات المخروطية وسجادة صلاته وملابسه وآلات موسيقية كالناي المصنوع من الخيزران. وننتقل إلى باحة المتحف، والتي تضم غرفاً وأقساماً تروي كل واحدة منها جانباً معيناً من جوانب الحياة والفترة الزمنية التي عاش فيها الرومي. المتحف الذي افتتح عام 1927 يعتبر مكاناً للحج بالنسبة لكثير من الناس من مختلف الأعراق والأديان، ويتصدر الصينيون والإيرانيون الزوار الأجانب للمتحف، يليهم سياح إندونيسيا وماليزيا وباقي الدول الآسيوية. كما نال المتحف لقب أكثر المتاحف زيارة على صعيد تركيا في السنوات الأخيرة، ملبين دعوة مولانا التي قال فيها: تعال تعال، لا يهم من أنت ولا إلى أي طريق تنتهي، تعال لا يهم من تكون.